أحسن الله إليكم وعظم لكم الأجر والمثوبة. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل الجهمية موجودون الآن أم أنهم من الطوائف التي لم تعد موجودة في هذا العصر؟ وجزاكم الله خيرا. جهمية موجودة، وموجودة كتبها ولم تنقرض، موجودة بكثرة، موجود من يعتنق مذهب الجهمية وينكر الأسماء والصفات، وكتبهم موجودة، وخطرهم عظيم على المسلمين، فيجب الحذر منه ومعرفة مذهبهم ومعرفة الرد عليهم. نعم.